أعتقد بأن إسرائيل سوف تستمر كما هي. فكر بهذا الموضوع، إيران نعم ما زالت قادرة على تخصيب اليورانيوم، ولكن إسرائيل بالتأكيد قد أخرتها. أنت محق، هم اليوم يخصبون بنسبة 60%، ولكن أنا أتخيل لو أن إسرائيل لم تفعل شيئا خلال السنوات الماضية ولم تنفذ هذه الهجمات التخريبية، ولأذكر إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها الرسمية عن هذه الهجمات، ولكن لو لم تنفذ إسرائيل هذه الهجمات أين كانت إيران لتكون اليوم؟ لكان لديها السلاح النووي اليوم لو أن إسرائيل لم تتخذ الإجراءات عبر السنوات الماضية. فيمكننا حقيقة أن نعود إلى 10 سنوات ماضية، الستاكسنت والذي هو كان فيروس حاسوبي وكان عملية مشتركة ما بين الولايات المتحدة وأمريكا، وقد كانت هجمة سبرانية ضد النظام الإيراني. لو لم يحصل ذلك قبل عقد من الزمان، فمن يعلم، ربما لكان لدى النظام الإيراني أسلحة نووية اليوم. فلا أعتقد بأن إسرائيل لديها أي بديل. هل يجب أن تجلس وتسترخي؟ فكر بذلك. لو لم تفعل إسرائيل أي شيء، فإن النظام الإيراني كما قال وقد كرس نفسه كل يوم ويقول ذلك يوميا، فإنه يريد أن يمحو إسرائيل عن الخارطة ويريد أن يدمرها. لو كنت في مكان إسرائيل الآن، فهل سوف تسمح لنظام لديه هدف تدميرك أن يحصل على السلاح العالمي الأخطر مما سيمكنهم من تحقيق ذلك الهدف؟ بالتأكيد لا يمكن لأي دولة أن تقبل هذا السيناريو. لو قالت أي دولة نحن سوف ندمرك وهذه هي الأسلحة النووية التي ستمكننا من تدميرك، فلن تجلس أي دولة مسترخية وتقبل بذلك. ما تفعله إسرائيل اليوم بالنسبة لي هو منطقي، ولكننا نعيش في زمن المنطق لم يعد منطقيا أحمد. طيب، ولكن